واحد. السلام عليكم متتبعين قناة الطبخ مع عزيز عبدي. كديرين بخير، لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال كيف ديما. كنشكر جميع الإخوان والأخوات من أرض الوطن وخارج أرض الوطن على التفاعل والتضامن ديالكم الدائم مع القناة. كلمة طيبة، الله يحفظكم والله يضمنكم والله ييسر أموركم كاملين. والعبدي راه ما كاين ديما الجديد، وما كاين غير المناسبات، وما كاين غير الطرقان. كيف كنقول لكم دائما نشارك معكم الاجواء ديالنا والمناسبات ديالنا والعادات ديالنا والتقاليد ديال منطقه عبده خصوصا، كيفاش كانت العادات بكري وباقي محافظين عليها حتى لحد الساعه. اليوم ان شاء الله انا وبنت خويتي وعبد السلام رحنا غادين، تحيه لعبد السلام، تحيه لبنت خويتي، غادي عند واحد الناس فات مني طيب فيهم العرس ديال بنتهم دابا شي عامين هادي او قبل عامين، قبل ما تدخل هاد الجائحه ديال كورونا. المهم الدريه تزوجات، درنا لها العرس، داز داكشي زوين، الله يثبت لها الغرس، الله يكمل لها بخير. ومن بعد هاد المده كامله يلا غدا تجي تدخل دارهم اول مره. هنا بالنسبه لنا في المنطقه والعادات ديالنا ملي كتبرك يعني كنتزوج البنت كتجي لدار ناسها، كتجي على العام، الا ما جاتش حامله تجي والده. كنقولوا حنا يا هزه في كرشه يا هزه في دراعه، كيجيبوا لناسها قدين ديها كاسينها جيبي لها التكبيره، كيجيبوها بالحولي. الاب ديالها او العائله ديالتها كيفرحوا بها، كيديروا ليها الغداء، داكشي اللي كتب الله كيخلقوا به الناس. في العشيه كينوض يذبحوا داك الحولي اللي جابوا العائله ديال الناس، كيطيبوه، كيفرحوا بهم. كتبرك الدريه ديك السيمانه او جوج سيمانات ملي كتبغي ترجع لعند ناسها يعني لدارها، الاب ديالها كيعطيها ضروبه، ضروبه هي العجله كبيره البنت وعند ناسها. الا كانت البنت في المدينه الضروبه كتبقى عند بوها وهذيك راه ديال فلانه، والا كانت البنت مزوجه في العروبيه ما كتمشي حتى كتديها معاها. هذه هي العاده ديال منطقتنا هنا في عبده، واللي باقي محافظين عليها العديد من الناس في هذه المنطقه خصوصا، منهم حتى حنا يعني وقعت لينا. البنات اللي يعني كانوا الله يرحم الوالد ديالي ملي كتزوج شي بنت مثلا هنا في المنطقه ولا شي حاجه، كتاخذ شي ولد من المنطقه، كتكون عنده شي عائله ديالته هنايا، كنعطوها حتى حنا ديك العجله كتديها لدار ناسها. الا كانت البنت بنت يعني عايشه في المدينه والولد ولد المدينه، عوض ما كناخذوا لها ديك العجله كناخذوا لها العوض ديالها ذهب، يعني دبالج يا ولد ذهب. كانت سرت لها هذيك الساعه ديال العاقل على ديال الدك الصويري، العديد من الناس غيعرفوا هذا الموديل ديال الدك الصويري، عقلت على بنت خويتي. الدك الصويري كانوا فيه ثلاثه الدبالج اعراض، وكانت سرت لها ديال سبعه. المهم كدوز واحد الاجواء زوينه، كيعيطوا على الناس، كيعرضوا على الجيران، كانه عرس المره الثانيه. العرس نهار اللي تزوجات والعرس نهار اللي كتم جايه تدخل، والله يفرح جميع الوالدين ببنياتهم وبوليداتهم، والله يثبت الغرس ورا العادات والتقاليد ديال كل منطقه. شوفوا الله اعلم كيفاش كيديروا ليها. المهم حنا انا كنتكلم ليكم خصوصا على منطقه عبده، ورا الناس مما متبعيني ان شاء الله من منطقه عبده راهم كيعرفوا هاد العادات وهاد التقاليد، مع ان الزمن اللي حنا فيه شويه بزاف الحوايج بداو ينقرضوا، ولكن الحمد لله والشكر لله أمع العبدي العادات والتقاليد مطبوعة في الذاكرة وفي الدين وغتبقى عندي في التاريخ. مرحبا بكم، نتبعوا الطريق إن شاء الله حتى نوصلوا لدار العرس. حنا دابا إن شاء الله هنا باش غادي ندخلوا للدوار. هاد دوار ديالنا حنا،
هذا هو الدوار ديالنا وهذه هي الدار ديالنا كيف ما كتشاهدوا من برا، لان الدريه من العائله ديالتي اللي تزوجات وجايه تدخل. هذه هي الدار ديال العمدي، دار مشعل. احنا قربنا لدار العرس او دار المناسبة. دار الشيخ، يا دار الشيخ سبحانك يا رب العظيم. احنا وصلنا ان شاء الله. احنا اخيرا وصلنا لدار المناسبة، ونتمنوا تنال اعجابكم وترضيكم وتكون عند حسن الظن ديالكم. ومرحبا الف مرحبا بالجميع، مع اخوكم عزيز العبدي. ونتمنى عاداتنا وتقاليدنا ديال منطقتنا تعجبكم. هنا بالنسبه لهذه البيبان التاريخيه كيفاش كانت بكري عندنا هنا في المنطقه، هذو هما البيبان ديال التراث ديال الزمان القديم جدا، هذا هو الشكل ديالهم. هنا بالنسبه لمكان العمل هانتوما كيف ما كتشوفوا، هنايا هو هذا مكان العمل. السقف ديال الناس زمان عندنا هنا في منطقه عبده كنا كنسقفوا بالعود والقصب. هنا غنعطيكم واحد السر خطير، لان حنا جينا لقينا الدجاج مكونجلي وعندنا الغداء، الدجاج ما جبدوش ليا في الليل. المهم انا درتو في الماء ودرت عليه الحامض وشعلت عليه الفرن من التحت، يعني ماشي غادي نطيبو غير باش داك الماء ما يبقاش كاز ويساعدني بان الدجاج يذوب ليا الغيار. فهمتوا؟ الدجاج مكونجي قاصح وانا عندي الغداء، ما يمكنش الدجاج كتعرفوا الحاجه اللي كتكون مكونجيه خاصه واحد المده طويله باش تاخذ، يعني باش تذوب. تقولوا لي مثلا علاش عزيز ما شرملتيش ودرتيه مباشره في الطنجره، لان هانتوما كيكونوا الرجلين ديالو ما مقادينش، كيكون مثلا الدجاج مع الكونجيلاتور كيعواج هانتوما بحال هذا الشكل هكايا. فلهذا منها كنعاود نغسل منه داك الزفوريه ديال الفريغو اللي كتكون فيه، ومنها كيطلق، يعني ما كنخافش منه. هذه هي خدمتي دائما في العرس، واخا يكون عندي كونتيتي كبير صافي كنخليه بحال هكا حتى كيذوب هذا الثلج منه، يتطلق شويه الرجلين يتحلوا لي الرجلين بحال هكا. انتم بحال هكا انا عندي المشكل هو في الرجلين، باش ملي نجي نكتف في الفروج ما يغلبنيش وما يبقاش ليا، ما يبقاش ليا يعني قاصح. صافي هذه الطريقه حتى نكمل ان شاء الله ونجمعوا لي العطريه ونطيبوا. عندي 20 طير ديال الدجاج بالضبط. هنا دابا كيف ما كتشاهدوا الماء اللي غسلت فيه الدجاج، ها انتم شوفوا داك اللي دم اللي مازال خرج منه، والدجاج ها هو يتنقى وفي نفس الوقت تطلق ليا، والجلده ديالتو بقات هي هي. هنا راه ما كنجهدش عليه البوطه، كنتم غادي شاد لا غير داك لارانطي ديالها كنقولوا حنا،
غير شويه ويدي خدامين ديما بالدجاج كنساعدو باش يتطلق. هانتوما الدجاجه كله مطلوق صافي، وكنحطو بحكايا كيتسقطر بلا ما جمعت ليه العطريه يكون هو داك. بالنسبه للبرمه ديال الصفه ها هي سيره، شعلت عليها الفرن غادي تغلى هنا ان شاء الله، باش غادي نيسروا ان شاء الله وغادي نجمعوا لقامه ديال الدجاج. الفواد الزيت الرومي او الزيت النباتي، زيت الزيتون، الماء الزهر باش كنطيب سميتو، العنب ديال الصفا، السكر كلاصي، كاوكاو، السنيده، الزنجلان، هو وبالنسبه باش غادي نطيب اللحم ديال الغلمي في العشيه بعد يجوا الناس. وهنا بسيبيسا وقع قله، العطريه راه هي هذه، خرقوم بلدي، البزار، سكينجبير. هنا الزلافاني ديال السفه طبيعه، شويه الهريسه جابوها وشويه الحامض مرقد، الربيع قزبر معدنوس هما غاسلينو ومنشفينو بهاد الزيف، حامض اخضر، الضمر ديال الزعفران، الملون على حسب اللون، وهنا الزيتون ديال البلاد. بسم الله، الزيتون ديال البلاد ها هو. يستحسن ما تهزوش بيديكم، المهم انا فلطت وهزيت بيديا، ديما مغرف ولا شي حاجه باش تهزو باش ما يخسرش. هنا بالنسبه للقشاوش ديال الدجاج او القنيصات الكبيدات كيف ما كتشاهدوا، درت لهم واحد شويه ديال البزار، شويه السكينجبير، شويه ملون غذائي، وشويه سميتو الخرقوم بلدي، واحد جعويدات ديال بسيبيسا، والحامض واحد جوج حامضات خضرات هما قطعتهم بهذا الشكل باش غنعصرهم من فوق منهم ان شاء الله، وغادي نسلقهم باش تحيد منهم ديك السوريه وياخذوا ديك النسمه ديال الاقامه اللي درت فيهم. هذه هي طريقه العبدي اللي كندير، وراها معتمدة دائما عندي. مرحبا بكم. هنا بالنسبة لعطرة الدجاج درت فيها سمن حار، ولكن راه سمن ماشي أي سمن، سمن بلدي هانتوما كيف ما كتشاهدوا. سيبيسا وقع قلة تقريبا 10 دراهم ما بيناتهم، قياس 20 طير، وجوج عواشق أو جوج ملاعق كبار ديال الحطان ديال السكينجبير، وقدهم ديال الخرقوم عرق، ودرت واحد نص عاشق ديال الاكل ديال الابزار، وضفت عليهم واحد شويه تقريبا نص عاشقه او نص ملعقه ديال الاكل ديال الهريسه، درت واحد جوج صاشيات ديال طماط الزعفران، هادو كل وحده درتها في 10، ما عنديش الزعفران حر. درت تقريبا ثلاثة الحامضات خضرات كنقوهم بهذا الشكل وكنطحنوهم وكنصفيوهم، كناخدو غير العصير ديالهم، ودرت واحد ثلاثة الحامضات مرقدات. بالنسبة للقزبر والمعدنوس غادي ناخد مثلا جوج قبطات ديال القزبر كبار وجوج قبطات ديال المعدنوس كبار، غادي نطحنهم بالحادقة أو بمولينكس عادي عصير ما يتفرشوش بزاف، صافي وهانتوما معانا. وهنا باش غادي نضيف الثومه كيف ما كتشاهدوا، الثومه تقريبا خديت واحد 4 طروس كبار حتى 6 طروس كبار او معينه في قياس 20 طير ديال الدجاج. تبعوا معايا الطريقه ان شاء الله وراكم غتصبوا لهم محترفين ومحترفات. وكنحييكم من هذا المنبر، سمحوا لي على الصوت ديالي راه مع المرض الله ينجيكم منه، المهم انا الصوت كيكون شويه ضعيف راكم عارفين، وقبلوا على اخوكم العبدي، اللهم لك الحمد، ضروري ما نخرج نخدم، ترزق الله على وليداتي انا وهاد العيالات اللي معايا، اليوم راه معايا غير بنت خوتي، مناسبة بسيطة على قد الحال. وهذا هو الخروف، تبارك الله وصل عندي كيف ما كتشاهدوا، الله يكمل بخير والله ييسر الأمور. هنا دابا إن شاء الله باش غادي نذبحوا الخروف، وغايجيبوه لينا نطيبوه. وعلى سلامة هاد البنية والبنيات كاملين اللي جاو عند العائلات ديالهم، والله يفرحهم بها ويفرح جميع المسلمين يا ربي، تبارك الله الخروف راه زين.
هنا كيف ما كتشاهدوا ان شاء الله حنا كملنا الدجاج ديالنا في الشرميل ورديناه يطيب. السفارات البرمه ديال سراسيره كتغلى. تبارك الله على بنت خويتي، الله ينورك. انت اش كديري بنت خويتي؟ العام اللي جاي بقينا نقردوا في الكبادي. ايوا حمدنا الله، اللهم لك الحمد، الله يسر الامور. ها انتم كيف ما كتشاهدوا، بعد ما كندير لهم داك المكونات اللي قلت لكم كطلع منهم واحد الريحه زوينه، وحتى اللون ديالهم شوفوا كيفاش كيتبدل، ما كيبقاش داك اللون اللي هو زرق مثلا كنقولوا حنايا. صافي ملي غادي طيب الدجاج ان شاء الله مع ديك الدغميره ديال البصله غادي نرميهم معاها وصافي. راه الطريقه راه عندي في القناه راكم عارفينها. كيف ما كتشاهدوا دابا ان شاء الله الذبيحه ديالتنا هما ذبحوها الدراري اولاد العائله. تبارك الله على سيدي محمد، تبارك الله على الاخوان، الله يسخر الله يسهل. وتابعونا ان شاء الله حتى نكملوا المناسبه ديالتنا.